يعطيكم العافية. سبق ونشرت مقال تحدثت به عن أن مشكلتنا هي مشكلة سياسية ولم تكن بيوم من الأيام مشكلة اقتصادية، هي بدأت سياسية وكانت مخرجاتها اقتصادية. هذه المشكلة السياسية نجمت بالدرجة الأولى عن اختيار ممثلين للشعب، والأمة هي مصدر السلطات، ومن ينوب عن الأمة لا ينوب إنابة حقيقية وبصدق، ولا يعبر عن آلام وطموحات وآلام الشباب. وقبل الخوض في النظم الانتخابية ومآخذها والأفضل منها ومقترحات مقدمة، لابد من الحديث على أن هذا العالم وهذه الديمقراطية في كل العالم تقوم على نظم انتخابية مختلفة ومتعددة، منها نظام الصوت الواحد، ومنها نظام التمثيل النسبي، ومنها المختلط، ونظم انتخابية عديدة. لكن لسوء حظنا في الأردن دائما يأتوا إلينا بنظام انتخابي هجين لا يعرف له أب ولا أم. ولذلك أريد أن أعرف النظم الانتخابية، ما هي النظم الانتخابية أو النظام الانتخابي بشكل فردي. النظام الانتخابي هو مجموعة من التشريعات والقوانين المعمول بها التي ينتج عنها اختيار سياسي لممثلي الشعب، مثل البرلمان اللي نشارك ونصوت ويصبح هو الممثل للناس وللجمهور. هذا الاختيار كان على نظام الصوت الواحد، هذا النظام الذي عليه ما عليه من مآخذ من ما يتعلق بتفتيت البنية الاجتماعية وتفتيت العملية السياسية وتفتيت مكون رئيسي وأساسي من الدولة الأردنية وهي العشائر. هذا قانون الصوت الواحد أضر بهذا المكون. إلى الجانب الآخر هناك نظام تمثيل النسبي، هذا النظام اللي أجمعوا كل الباحثين والمتخصصين في السياسة على أنه هو النظام الأقدر والأكفأ في تمثيل الناس تمثيلا حقيقيا، وذلك لأن النظام التمثيل النسبي هو النظام اللي بيحقق بشكل مباشر المعنى المراد من النظام الانتخابي للناس واختياراتهم ومآلات اختياراتهم والوصول بيوم من الأيام إلى حكومة منتخبة. هذا النظام هو القادر على إيصالنا إلى حكومة منتخبة. وأود الإشارة هنا إلى من دائما يشككون في أهلية الناس والجمهور ويعتقدون بأنه هم يمتلكوا الأهلية المطلقة ونحن قاصرين لا نمتلك الأهلية السياسية وغير قادرين على إدارة شؤون بلدنا. بالعكس، ثبت لنا من 20 سنة إنكم أنتوا لا تمتلكوا الأهلية السياسية وأجبرتوا الناس على أن يكونوا قصر في اختياراتهم بقوانينكم المشوهة الهجينة. هذا الأمر يمكن معالجته، وأتمنى من الشباب أن نترفع عن البحث الآن في تقييم أو معالجة أو استنكار حالة معينة، لا بالعكس، ندعم باتجاه قانون انتخاب. إذ أردنا الحل الحقيقي لمشكلتنا الاقتصادية علينا أن نعالج المشكلة السياسية. معالجة المشكلة السياسية يكون بقانون انتخاب ينتزعنا من الوحل ومن الألم ومن الوجع ومن القهر اللي احنا بنعيش فيه. وفي هذا الصدد في مجموعة من الأحزاب الأردنية، أكثر من 20 حزب أردني، تقدموا بمقترح، وهذا المقترح أراه بوجهة نظري مقترح عملي قابل للتطبيق ويمكن أن يحقق نتائج، وهو أن يخفض عدد مجلس النواب من 130 إلى 100، وتقسم المملكة الأردنية الهاشمية إلى نوعين من الدوائر، الدائرة الأولى هي الدائرة المحلية والدائرة الأخرى هي الدائرة العامة. تحصل الدائرة المحلية على 59 مقعد من 100، والدائرة العامة على 41 مقعد، والدائرة العامة تكون للقائمة الحزبية الموحدة. الأحزاب تترشح، تقدم برامجها، تقدم خطة عمل، تقنع الرأي العام، تقنع الجمهور، ثم يبدأ الرهان على من اخترت ومن انتخبت. هذا مخرج حقيقي لمشكلتنا السياسية. أعتقد من وجهة نظري هذا هو المخرج أمامنا في الانتخابات القادمة، التحدي أمام الشباب إلى أن نبحث بحث حقيقي قانوني في قانون انتخاب ينتشلنا من هذه الحكومات التي تأتي علينا كطارئة، في كل حالاتها كطارئة، لم تأتي بيوم ضمن خطة وعمل، إنما هذه يبث للإعلام فقط أنه برنامج وعمل، لكن
إذا أردنا أن نحقق وأن نفعل الأمة مصدر السلطات سيكون بقانون انتخاب. لن أقول عصري، هذا المفرد اللي بيستخدمه جزء كبير، لا، قانون التمثيل النسبي بهذه المقترحات اللي تحدثت عنها وتحدثت عنها الأحزاب، سنخرج إلى بر الأمان. وبهذا التمثيل النسبي سيكون الشباب أمام أول اختبار حقيقي للمشاركة في الأحزاب، لنمو وتطور هذه الأحزاب، لتفعيل مساحاتها، لزيادة وخلق جماهير جديدة لهذه الأحزاب. هذا التحدي من وجهة نظري أهم بكثير من التعيينات التي تجري في الدولة بغياب سلطة البرلمان ورقابته. في النهاية أستشهد بما قاله الدكتور علي الوردي في كتابه وعاظ السلاطين، إذ قال: إن المترفين يودون من صميم قلوبهم أن يبقى الناس محافظين، لا يعرفون من الآراء إلا ما ورثوها عن الآباء والأجداد، فإذ نهض من بينهم ناهض ينحو منحا جديدا ويقدم آراء مختلفة سيتهم بالخيانة والعمالة، والمشكلة أن البلهاء سيصدقونهم بسرعة. دمتم بود أصدقائي.